يا صباح الخير، يا صباح الجمال على جميع مشاهدين برنامجنا حواديت مصرية. أهلا بيكم في سنة جديدة. طبعا النهاردة 1/1/2020، أول يوم في السنة الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلكم. تعالوا ننسى اللي فات بكل الوحش اللي فيه، وإن شاء الله السنة الجديدة دي تكون سنة حلوة. تعالوا نبدأ من جديد ونبدأ سنة جديدة. ومعانا النهاردة ضيفة حلقتنا المستشارة الإعلامية دينا موسى. أهلا بيكي. اهلا بيكي يا سانت. قبل أي حاجة طبعا برحب بيكي في حلقتنا النهاردة، منورة الحلقة. ده نورك يا حبيبتي، بجد انا سعيده جدا ان اول يوم في السنه يعني قضيته معاكي. انا دايما بتفائل بيكي اصلا ربنا في يخليكي. حلقاتنا من الحلقات اللي فاتت، وبجد انا سعيده جدا جدا ان اول يوم في السنه فعلا انا مقضيها معاكي. انتي كمان دايما طبعا بتشرفي البرنامج بتاعنا. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ايه بقى اخبار 2019 معاكي؟ لازم السؤال ده. يا رب تكون راضية بداية مشرقة كده. لا لا لا، 2019 يعني إلى حد ما كانت سنة الحمد لله جميلة، كلها أيام ربنا. وكان فيها أحداث طبعا، يعني عدينا بأحداث صعبة وأحداث كويسة، والحمد لله متفائلين برضو للسنة الجديدة. يعني كانت مليئة بالإحباطات وال لا مش ولا قوي، كانت لا لا حلوة؟ لا، بصراحة كانت سنة بالنسبة لي أنا كانت سنة إيجابية جدا، وسنة الحمد لله يا رب ناجحة جدا جدا، ويا رب تكون السنة الجديدة كمان كده يا رب. طب بتمنى. وعرفت فيها الناس بصراحة يعني يعوضوا السنين اللي فاتت كلها في حياتي، وممكن خسرنا ناس بس يعني الحمد لله بيبقى إيه ردة ربنا، كأصدقاء مثلا، كمعارف، ككده. وكانت سنة جميلة 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 إلى حد ساعات ما. فعلا الواحد يعني بيشوف الواحد على حقيقته، ربنا بيكشفه له على حقيقته، بيخسر بعض الناس ويكون ده خير ليه. هو ممكن في ساعتها يكون شايف، طبعا يكون متضايق من الموقف في ساعتها، وانا خسرت الناس دي مثلا او ما بقوش موجودين في حياتي، بس هو لو يعني شاف الموضوع ممكن يلاقي ان ده خير ليه. هو احنا لو خدنا ان اي موقف بيحصل لنا في حياتنا سواء كويس او وحش، خدناه ان هو ده اراده ربنا، صدقيني الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لنا. زي بالظبط لما بتيجي تعاملي حد مثلا كويس جدا وتكتشفي عكس ان هو ما يستاهلش اصلا المعامله دي، فانت لو حطيتي في اعتبارك من الاول ان انت بتعاملي ربنا في الانسان ده، صدقيني مهما هو يعمل انت كده كده انت من نيتك خالصه لله، ما تشغليش بالك طبعا باللي ان هو حواليكي. لو اطلعتم على الغيب لاخترت من لاخترتم الواقع، الواقع بالظبط، واصبر فممكن لحكم يعني ربك. في يعني الوقت الحاجة دي ما بتبقيش حاسة غير ان دي حاجة وحشة بالظبط صح وتبقي زعلانة جدا طبعا وكده، بس ساعات مع الوقت لما بيعدي في حاجات بتبان لك، بتقولي اه ان لو كان حصل كذا مثلا، ايوه، فبتكتشفي ان اللي حصل صح، لك دي حاجة كويسة. وبنفرح بعد ما كان الواحد يبقى مثلا زعلان او كده. في ناس بتمر بتجارب طبعا قاسيه جدا وصعبه قوي، ممكن يكونوا حاسين ان السنه الجايه مش هتعدي عليهم او اليوم اللي بعده مش هيعدي عليهم، وسبحان الله ربنا بياخد بيدهم وبيصبرهم والواحد بس يتفائل ويعني ويخلص نيته لله. بس صدقيني لو حطينا كل حاجه عند ربنا كل حاجه بتبقى تمام. يعني اه نشيل بقى الحقد يا جماعة من نفوسنا كده، ونبدأ السنة الجديدة دي كده من غير بقى مفروض حقد، من غير نفسنا، من غير الحاجات دي كده. بالظبط خليكوا بالظبط صفوا النية كده عشان السنة تبقى حلوة كده. بالظبط. يعني تعالي نتكلم بقى عن كسرة النفس. طبعا الموضوع ده يعني موضوع مؤسف جدا كنت انتي قبل دلوقتي. كده كلمتيني فيه، كنت عايز تحكي فيه فعلا، وقلتي اه في تجارب سمعتيها للأسف وناس يعني، للأسف إن في ناس كتير جدا بتوعد وما بتوفيش وكده. يعني إيه رأيك في الناس اللي بتوعد وما بتوفيش؟ بصراحة أكيد رأيي مش هيختلف عن رأي الآخرين، يعني الناس الرأي الطبيعي اللي هو يعني إن الواحد لما يكون أما يوعد يكون قد وعده، يكون قد كلمته، سواء ست أو راجل، يعني سواء ست بنت أو ولد، أي حق يعني أيا كان الطرفين. في اللي بيوعدوا بالجواز وبيخلفوا، البنت اللي توعد مثلا خطيبها انا هستناك انا مش عارف ايه، وفي اخر بعد يعني ما يطلع عينه ويخاطر ويعمل عشان يوصلها، في اخر يلاقيها مثلا لغت الوعد وارتبطت او اتجوزت او اي حاجه. يا جماعه كلمه مننا بجد فعلا بتبقى سيف على رقبتنا، وبنشيل وزرها واحنا في الدنيا واحنا في الاخره. هل في ناس ممكن انها تبقى فعلا كانت عايزة تلتزم بالوعد ده بس ظروفها تخليها ما تعرفش انها توفي الناس بالوعد؟ اللي بتلتزم بالوعد بس ظروفها تخليها ما توفيش بالوعد، بيبقى امورهم واضحه من الاول للاخر، بتبقى تسلسل، يعني بتبقى خطواتهم باينه واضحه، فالطرف الاخر بيبقى شايف قدامه، مش محتاج ان حد يكذب عليه، يعني مش محتاج ان التاني يبرر حاجه، انت شايف على او الاقل انت لو مش شايفه. قادر توفي بوعدك ما توعدوش من الاول، او على الاقل لو نبه اللي قدامك بقى لما تلاقي نفسك ان الحاجه صعبه عليك
على الاقل حسس اللي قدامك، ما تجيش تصدمه فجأة لان انتوا مش متخيلين كلمة الصدمة ممكن دي. تغير يعني حياة إنسان فعلا، يعني أنت فاهم، ممكن تغير حياة إنسان وحياة الناس اللي حواليه. يعني أنت مثلا لو جيت مثلا قلت مثلا بلاش، خلينا في الحياة الطبيعية، بلاش مش هنقول بقى ناس مرتبطة أو ناس متجوزة أو ناس مخطوبة. لو الواحد مثلا كلمته مثلا مع والده، أو واحد مع مديره، أو مدير مع موظفه، زي مثلا جه قال مثلا لموظفه كلمة ملهاش أي لازمة، الشخص ده هيطلع من شغله، هيروح بيته، هيروح يزعل مراته بكلمة، ما هو طالع من طاقة سلبية، هيروح يطلعها في هيطلع اول طاقة شخص سلبية هيقابله. على الناس، تقوم الام الأهل على أهل مثلا بيته. تتعصب، تروح مطلعه على الطفل، الطفل يزعل ويقعد يجيله اكتئاب ممكن، او فاهمه يعني ممكن انت كلمه تروح تسافر وتاذي ناس تانية. ممكن كلمه بسبب اصدار كلمه منك او خبأ او قرار سيء مش في وقته، انك انت تغير مصير يعني مجتمع. عشان وبتحصل كده بيقول لك ما تاخديش قرار وقت الغضب. للاسف الناس بالظبط. وهي منفعله وقت الغضب بتاعها ممكن تاخد اي قرار، وبتبقى شايفه ممكن في وقتها ان ده قرار صح، بس بعد ممكن ما يهدوا شويه بيقولوا انا ازاي قلت كده، انا ازاي اتنرفزت في الموقف الفلاني، انا ازاي ممكن يخسر ناس بسبب رد الفعل بتاعه في موقف الغضب. فعشان كده يا جماعه تريثوا كده، ومش لازم ان انتوا وقت الغضب بتاعكم تقولوا اي حاجه تخسروا اي حد، لا استنى لما تهدى شوية وتبقى كده في كامل وعيك، وبعدين تقدر انك تاخد القرار اللي هتقدر تاخده. الشخص القوي هو اللي بيصمد وقت الغضب وبيمتص غضبه، والقازمين الغايز قازمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني الواحد برضو ان هو انك انت تمتص غضبك او انك انت تكتمي غضبك جواكي، دوت مش ضعف او قله حيله، او انك انت معدومه الاراده، او انك انت معدومه الرد. لا، ما فيش الكلام ده، ده. بالعكس وقت القوة، يعني يعني القوة بتاعتك تبان وقت غضبك او وقت ان انت تبقي قادرة تأذي اللي قدامك ده وما تأذيهوش. الصمت هو أحسن حل في لغة كل العظماء بالظبط في كل المواقف، سواء الإيجابية سواء السلبية. سواء في صمت، يعني أما بتسكتي عن حاجة مزعلاكي من حد، يمكن الصمت ده بيخليه هو يتراجع. فليكن خيرا او ليصمت، بالظبط لانك ممكن ما تكونيش قادره تكلمي اللي قدامك كويس، او في وقت خلاص مقفوله منه مش طايقاه، بس على الاقل اسكتي اسكتي لغايه ما تهدي كده شويه، تقدري انك تشوفي بقى هل الموقف ده يستاهل ولا لا، وعلى فكرة اتعامل أنا مع اللي قدامي ده ازاي. بالظبط. وكمان يعني أنا بوجه رسالة للستات طبعا، يعني الصمت يا جماعة. الستات فعلا يعني انفعالاتهم الصمت، يعني صعبه، بلاش اللي هو خلوا شغل الجنان، بالكم. لأن الراجل أصلا مش محتاج ولا متحمل أصلا الكلام دوت. فإيه يعني، رفقا بالرجل شوية، وبرضه الراجل كمان رفقا بالست. بس يعني إيه، هو الصمت يعني والانفعالات دي بتبقى ساعات بتصدر مننا كستات، طبعا بضغوط الحياة بقى والبيت والعيال. إحنا طبعا علينا كم كبير جدا من المسؤوليات، مش بيبقى زي الراجل. بس برضه يعني نتريث، لأن إحنا في الآخر يعني بيطلع من تحت إيدينا أطفال يعني انت وحاجات رأيك كتير. المسؤوليات على الست اكتر من المسؤوليات على الراجل؟ اه طبعا، اكيد. اه لا اكيد طبعا، دي حاجه يعني الراجل ايه اللي وراه غير شغله، ويرجع البيت ياكل يعني يشرب ويشوف التزامات بيته خلاص يعني. عشان لكن كده ممكن الست الست من كتر عشان عليها كذا ضغوطات فساعات بتلاقيها بتنفعل بسرعة. يعني الست، لا الست الله يكون في عونها بصراحه، وخصوصا لو امراه عامله كمان، دي بتبقى حاجه تانية خالص، تبقى يعني قصه كبيره دي، فاهماني. الراجل نفسه لازم يقدرها يعني ويعمل حسابها. لكن حته ان احنا كل حاجه ننفعل، نغضب، نتعصب، غير كده كمان حته انك انت مثلا ساعات في انفعال يخليك ترد رد كيدي، او ساعتها الناس بتفهم ان ده هو ده اللي جواكي، ان انت ايوه، انسانه لان في ناس كياده. ساعات يقولوا لك ايه، انا عايزه عايزه عماله تعرفي بفكر في الحقيقه المصطلح مش عارفه. ركز في الهزار، يعني بيقولوا عايزه نص تعرفي الهزار الحقيقه جد، ركزي في نص الهزار الهزار جد. والكلام ده. في يقولك كده يعني الواحد بس لو عايز، يعني مش دايما برضو، يعني ممكن حد في وقت غضب يقول اي كلام، في ناس برضو كده في اللي ناس هي ايه، بتطلع تنزل على ما فيش. بس في ناس فعلا وسط الهزار وسط الكلام ممكن تبان منها حاجات، تبين انها حقد عليك او كرهاك، بتبان بقى وسط الكلام. بيبان فعلا، صح بيبان. طب ايه رأيك في الناس اللي بتحقد اللي بتشمت الكلام ده، يعني ايه رأيك؟ لا، رأيي ايه، الشماتة دي يعني حاجة، يعني طب وفي ناس حاجة مش يستاهل كويسة، حاجة ان يتشمت فيهم؟ لا مهما كانوا يستاهلوا ربنا أدرى بظروفهم. ممكن احنا نكون شايفينهم يستاهلوا والناس كلها شايفاهم يستاهلوا، بس يمكن ربنا ليه نظرة تانية، انت واخد بالك. وبعدين الشماتة دي معلش، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه قال لك الصلاة ايه، لا تظهر والسلام. الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ف أكيد طبعا، إنك هتشمت فيه ممكن يجي يوم، راجعه لك تاني يعني يجي انت يوم وتحصل معاك موقف وحش، أو يحصل لك نفس الحاجة اللي حصلت له دي، بالظبط كده. وهو وحد يشمت فيك برضه، فكما تدين تدان. لا يا جماعه، الشماته فعلا بجد بقت حاجه، يعني هي حاجه مكروهه، بس بقت حاجه زي ده، يعني الناس بقت فعلا تشمت في بعضها علني. يعني
تلاقي مثلا حد حصل له صدمه او كارثه او اي حاجه، تلاقي التاني مثلا او التانيه عامله له على الفيس او على المواقع التواصل ده فلان مش عارف ايه وفرحانه واحتفالات، اللي مثلا اللي بتطلق ولا اللي بيقول لك اعمل حفله طلاق، مش هتلاقي الناس فيها مواقف كده بيعملوا تطلع منهم حاجات ما ينفعش اصلا انها تصدر. يعني ممكن هي في وقت انفعالها او غضبها مثلا من موقف او من الشخص، او ممكن تبقى حركة كيدية، بس برضو يعني المفروض انه برضو والله ايوه بس انت الشباكة بترجع، الكلام ده والله بترجع للشخصيه يعني. هترجع للشخصية. خلي بالك دي هترجع مبادئ برضو، للشخصية. لو المبادئ مظبوطه الحاجات دي كلها ما بتاثرش في الشخص نفسه اللي عنده مبدأ، فاهمه؟ ان ايوه بالعكس، الحلال الناس باين الراقية والحرام حتى باين. لما بتنفصل او بالظبط. كده بيبقى فيه برضو لا بيبقى فيه طبعا، احترام، بيبقى فيه بالظبط احترام العشره على الاقل، يعني احترام العشره او لو اولاد موجودين او يعني برضو حته ان الواحد بعد عن شخص او حصل اي حاجه بينه وبين التاني فيقلب الدنيا ويقلب الكفه كلها عليه ويبتدي يظهر عيوبه ويبتدي، لا طبعا ده إذا انسان. خصب فجر. في ناس فعلا حتى مش بس كناس مرتبطين أو كده، ساعات في كمان برضو أصحاب مثلا تلاقي إذا خصم فجر خلاص بقى ده يشرشح لده وده يكلم على ده دول اصلا مش صحاب اصلا، دول يعني مش، هو على يعني فكره هم مش غلطانين، هو الغلط في اللي اختارهم صحاب، أيوه صح، لأن يعني هما الغلط في صحاب اللي حكم بجد. عليهم يبقوا صحاب، لكن هم يا إما مش يطلعوا أسرار بعض وقت الخناق وقت الكلام ده كده، ما وبعدين هوش انت تحكمي يعني على لو حد ازاي ان هو صاحبك او صاحبتك، تحكمي عليه ازاي وقت ده ينفع يبقى زعل. صديق؟ شوفي هو تعاملته مع الناس اللي بره ايه، مش معاك انت، اوعي تحكمي عليه معاكي، احكمي عليه في معاملته مع الناس اللي بره، شوفي بيعامل اصدقائه التانيين ازاي، بيعامل اهله في البيت ازاي، لو انت يعني قريبه من الشخصيه نفسها او من صاحبتك او كده، حتى لو خطيبك، حتى لو حد لسه داخله معاه في حياه جديده، هتعرفي من تعاملاته في شغله مثلا، معاملته مع اصحابه في حسب ما بتتعاملي بقى معاه والمربع بتاعك ايه بالظبط، حدودك معاه ايه، ابتدي كوني فكره من تعاملاته بره مش تعاملاته معاكي، ما هو كده هيشوف بس لك احسن برضو صوره يحطها لك بس يعني. برضو في يعني جملة كده بتقول انك تعامل اللي قدامك باللي تشوفه منه مش باللي تسمع عنه، بالظبط بالظبط، يعني مش تعامليه ما مثلا عشان تصدقيش هو، الا اللي ايوه تشوفيه بعينيكي وتسمعيه بودنك، ايوه غير كده ما تصدقيش، لان الناس بتتكلم لان كتير ف دلوقتي بقى في ناس اصلا يعني تخصص ان هم يسوقوا يسوقوا سمعه ناس، سمعة الناس. فاهماني؟ ولحساب ناس يعني، هم حتى مش فتعامليه اللي مستفيدين قدامك حاجه. باللي بيظهر منه بالظبط، يعني بس. انا اجي اقول مثلا فلانه كذا كذا كذا، طب انت شفت كذا كذا ده؟ لا ما شفتش بس سمعت. لا سمعت يبقى انت انسان مش محترم اصلا لو سمعت وصدقت، فاهماني؟ لكن حته انك ان الواحد يسمع وعلى اساس كده يكون فكره ويعامل بيها الشخص اللي هو سمع عنه كده، ده اسمه جهل واسمه يعني مش عارفه اقول لك مصطلح اكبر من كده، بس هو عامه اسمه جهل أكيد طبعا. يعني وحاجه مش كويسه. طب تعالي بقى كلمينا شوية عن الناس السلبية والناس الإيجابية. الناس السلبيه والناس الايجابيه، بصي الناس السلبيه دي اصلا احنا نبعد عنها خالص، ما نحتكش بيها اصلا، يعني لو لقيناها ماشيين من هنا نمشي احنا من الناحيه التانيه، تمام؟ مبدئيا الشخص السلبي انت بتعرفيه من المواقف اللي انت بتبقي ناجحه فيها، او لما بيكون عندك، اما بيكون عندك معانا تليفون. تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك معاكي ايه؟ اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك عندي مشكلة. معلش مش سامعاكي، علي صوتك شوية. بقول لحضرتك عندي مشكلة، ممكن تساعديني فيها؟ اتفضلي. انا متجوزة. تمام تمام بقالي 6 شهور متجوزة، بعد ما اتجوزت بأسبوع بعد. طب ممكن تعلي صوتك شوية عشان نسمعك؟ وطي التلفزيون عندك وعلي علي صوتك. صوتك. الخط قطع؟ الخط قطع ولا معانا على الخط؟ الخط فصل. تعالي نكمل كلامنا، كنا بنقول ايه بقى؟ بقول لك كنا الشخصيات بنتكلم عن السلبية الشخصيات السلبية. دي ما نحتكش بيها اصلا، هتعرفيه ازاي الشخصية السلبية او يعني كراجل او ست او حد جنبك، حد حواليكي، من اما تكوني مرة بنجاح بحاجة في حياتك غيرت مسار حياتك، تغيير ايجابي عندك، انت هتحسي بقى ساعتها بالانسان اللي قدامك ده، هل هيشجعك وهيدعمك وهيقف جنبك
ولا هيبتدي يحبطك ويكسر فيكي في ناس كده فعلا، بس ده مش شرط الفرحة. تكون سلبية، بس في ناس اللي هي مش عايزة للي قدامها نجاح، عايزة يعني ما هي دي توريه ان شخصية هو سلبية. لا، بس في ناس سلبية مش ده برضو المفهوم، يعني انت قصدك ده الشخصية السلبية مفهوم اللي هي ملهاش شخصية الضعيفة؟ الضعيفة، مش بس الضعيفة انها سلبية في نفسها كده، اللي هو يعني ملوش دور في اي حاجة. ايوة ما بيحاولش يعمل حاجة، ملوش دور في حاجة، ما على طول يعني اللي هو على طول محبط، على طول سلبي، على طول ما عندوش استعداد ان هو يعمل حاجة، ان هو يبذل مجهود عشان يتقدم، الكلام ده. الناس اللي زي دي اصلا يعني هي بتبقى عاجبها حياتها كده، ما عندهاش نقطه انها عايزه تتحول، عايزه تبقى حاجه كويسه، تنمي من نفسها. الناس دي اصلا يعني بتبقى مجرد بس ان هي عايزه تاكل وتشرب وخلاص، ما فيش اي حاجه تانية انها يعني تعملها زياده او اضافه لحياتها، ومجرد بس انا باكل وبشرب وعايش وبنام واصحى خلاص كده حياتي تمام. لكن لو انت حبيتي مثلا انك تكلمي عن الشخصيه اللي هي ايه، في حاجه ولا ايه؟ لو انت حبيتي تتكلمي بقى عن الشخصيه السلبيه اللي هي بتكسر الايجابيات اللي جواكي، اللي هي بتمتص منك الطاقه الايجابيه وتصدر لك طاقه سلبيه، لا الشخصيات دي على فكره هتلاقيها حوالينا في كل مكان، وفي كل يعني في كل حته وفي كل وسط. طب الشخصية الإيجابية بقى ايه رأيك فيها؟ لا طبعا أكيد طبعا هي شخصية حاجة جميلة، كويسة شخصية يعني، بس متفائلة على طول. ايه صفات الشخصية الإيجابية في نظرك؟ أنا الشخصية الإيجابية بالنسبة لي دي محور حياتي أصلا، أنا بحب أنا الناس الإيجابيين، أحب أقرب منهم وإن أنا يعني أتكلم معاهم وأتشاور معاهم، فاهماني؟ أكيد طبعا أه يعني الشخصية الإيجابية ديت يعني هي اللي ممكن تديكي أمل، هي اللي ممكن يعني تزقك لقدام، لما تلاقيها بتعمل حاجة، بتتقدم، بتعمل مجهود، بتبقى أحسن، برضو ده بيشجعك. يعني شخصية إيجابية مع شخصية إيجابية يقدروا إن هم ينتجوا حاجة أحسن، بيدعموكي لكن بيدعموكي. لما تفضلي قاعدة على طول مع شخصية سلبية، مع الوقت هتلاقي نفسك بيجيلك إحباط، أو ما بقيتيش اللي هو قادرة تكملي، أو بتحبطي يعني من اللي بالظبط. انا بتعمليه. كنت عايزه والله، كنت عايزه مداخله والله، بس للاسف التليفون الدكتور مقفول. كان نفسي يكون معانا في مداخله تليفونيه على الهواء دكتور شريف الجيار. الانسان ده لما تتكلمي معاه تحسي بالطاقه الايجابيه الكامله، تمتصيها كده من كلامه، يحسسك ان الدنيا جميله، ان كل حاجه على ما يرام. في ناس برضو بتصاب بس بالطاقة يا السلبية خساره دي بسبب يعني كثرة مثلا الإحباطات أو كثرة الفشل، فده بيؤدي بيهم لطاقة سلبية. بس أنا أحب أقول لكم لا، ما تيأسوش يا جماعة، يعني هتفشل مرة ممكن تنجح التانية، ممكن تفشل مرتين تنجح التالتة، مفيش حد بينجح من أول مرة. لا طبعا. لا ما هو لازم عشان خاطر تحسي بالنجاح اصلا اكيد هتبقى فيه حاجات. بس في ناس بتيأس بسرعة، يعني بتحبط بسرعة، برضو زي اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية، ما عندهمش اراده يا كسرة بسنت، النفس. يعني لما حد مثلا حرام حرام تكسروا نفس بعض، في ناس حرام اما ممكن اصلا الطاقة السلبية او الاحباط ده بيجي لها من كسرة النفس، يعني لما حد يقعد يقول لها مثلا او يعشمها في حاجة او الكلام ده، وتفضل فترة كبيرة متعشمة في حاجة، مش بس سواء في ارتباط او في كده، لا في اي حاجة، في شغل، في فرصة، في اي حاجة من دي، بتحبط لما تلاقي الحاجة دي ما حصلتش، طبعا يعني اصعب مش احساس، قد الحاجة ما توعدش بيها. اصعب احساس الواحد يبقى فرحان وفرحته تتكسر، يعني الاحساس ده وحش جدا، احساس صعب. الإحساس فعلا صعب جدا. يعني رفقا بجد بالناس اللي انتوا بتوعدوهم بوعود وبامنيات وبكلام وان كنتوا هتنفذوا، يعني رفقا بيهم، لان فعلا بيبقوا متعشمين فيكوا قوي، وانتوا على اساس كده فاكرين ان الكلام ده لعبه، وده بيكون كلام بيبني حياه عند ناس تانية وبيحيي ناس وممكن يموت ناس بالصدمه لو حصل عكس كده. فحاولوا ان انتوا يعني معانا تليفون. بجد. السلام عليكم. وعليكم السلام، هي نفس البنت. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي. حضرتك أنا متجوزة وجوزي كويس معايا وكل حاجة، بس المشكلة إن أنا بحب حد غيره. ممكن بس بتعرف تعلي صوتك شوية؟ بقول لحضرتك أنا متجوزة بحب حد غيره. وتعرفت على حد بعد جوازي، وجوزي كويس معايا وكل حاجة، بس المشكلة إن أنا بحب حد غيره. يعني انت يعني يعني لحظة، انت تعرفتي على حد بعد الجواز؟ انت اتجوزتي، انت بعد ما زلت الجواز متزوجة يعني على ذمة زوجك وعايشة معاه في بيت واحد؟ ايه؟ ايوه طب وانت عرفتي واحد غيره؟ بالظبط كده. طيب انت ليه يعني ايه اللي المشكلة ان وصلك هو لكده؟ وعدني ان هو بيحبني وان انا هاخدك وكده، انا كنت هسيب جوزي عشانه كده، حبيبة بس قلبي مفيش الامور حد يوعد، راحت. حبيبة قلبي هو لو اصلا معلش يعني هو اصلا لو راجل محترم معلش انا اسفة،
ما كانش اصلا يسمح ان هو يفتح باب بينك وبينه وعارف ان انت متزوجه، اكيد ليه اغراض اخرى واطماع اخرى. انت بتتكلمي ازاي؟ ما ينفعش اصلا. لا ازاي انت سمحتي اصلا ليه بحاجه زي كده انه يدخل من الباب ده اصلا؟ وبعدين تقولي جوزك كويس معاكي ولا جوزك فيه ايه؟ لا جوزك مش كويس. كويس معاكي اتطلقي. لا هو كويس. لحقك. طب كويس، طب ليه؟ ما اعرفش بس انا حبيت، انا كنت متعجل ان انا اسيب جوزي، عشان انا بس المشكله ان هو بعد مره واحده ما بقاش يرد على اتصالاتي، ما مش يكلمني. هو اللي بعد ايوه احسن انه بعد، احسن طبعا انه بعد. يعني انت ربنا بيحبك على فكره. لا ربنا بيحبني. اه تمام، بس حضرتك هو مثل ما قال هو اللي حبني، هو عايزه، انا كنت واثقه فيه وكده. كنت واثقه فيه؟ تثقي فيه ليه؟ انت فاهماني؟ تثقي فيه ليه؟ انت تعرفيه اصلا يعني؟ هو يعني هو انت تثقي فيه ليه؟ هو انت اصلا ما فيش واحد تثق في راجل غير جوزها وباباها طبعا واخواتها، يعني انت بتتكلمي ازاي؟ هتثقي فيه ازاي؟ هو اصلا لو انسان صادق مع نفسه ما كانش يقرب من واحده متزوجه وعندها بيت وزوج واولاد، او اذا كان عندك او ما عندكيش ما اعرفش. بس انت ماشي اوكي، الناس كلها بتغلط، كلنا بنغلط، بس انت كويس ان هو بعد. حاولي بقى ان انت تلملمي افكارك تاني وتظبطي امورك وتتريصي كده وقربي من ربنا قوي، لان اكيد انت بعدتي شويه فربنا دخلك، سوري الشيطان دخلك حاجه تانية تخرب لك بيتك. واحمدي ربنا ان يعني ان جوزك مش على علم بالكلام ده. حضرتك هو جوزي مش على علم بالكلام ده؟ يعني كويس انه ما عرفش حاجه او ما صادفش انه يعني. لا انت بس ربنا لو بيحبك يا كان بنتي على فكره. انت احمدي ربنا هو بعد، هو بعد يبقى اكيد شاف حد تاني، اكيد ما يعني حاسس ان. طب انا عايز اعرف حاجه، هو انت علاقتك بيه وصلت لايه بالظبط؟ الو ما تردش. الخط فصل. مش عارفه يعني بصراحه، حاجه صعبه. برضو دي برضو من الحاجات الصعبة جدا لما يبقى حد مديك الثقة ايوه وتكون ماشي، ثقته، بس هو الموقف كله غلط. الموقف ثقه كله ايه ده؟ غلط. ملوش طب علاقه ولا بثقه ولا بمبادئ ولا باخلاق انا ولا بتكلم، ايوه يعني لما محترمين يبقى، الجميع، بس لا اه ايه ده؟ طبعا لما لا يبقى ملوش جوزها علاقه. بيثق فيها او تبقى هي مثلا متزوجة ويبقى في موقف زي ده، طبعا يعني الموقف صعب جدا. ربنا يعني يعني هي لو مش بتحب جوزها او مش مستريحة مع جوزها تطلق تنفصل، ايوه تتطلق حقها، وخلاص حقها. حقها يعني. لو حتى يعني هي حتى لو متزوجة وصادفة ان حد مايل دماغها وقلبها اتطلقي واتجوزيه، اه لكن انها، حقك. لكن لكن ما الخيانة دي اصعب لكن حاجة حرام يعني، حرام. مش محتاج اقول حرام، هو يعني اكيد الدنيا طبعا. يعني. دي برضو من الحاجات اللي ممكن تسبب كسرة نفس جدا، يعني لو جوزها عارف مثلا تبقى اكيد هيموتها. اه هيموتها. ملهاش دعوه بكثره النفس، هو فيها كثره رقبه على طول. كسرة رقبة. ملهاش دعوه بكثره النفس يعني. ربنا يعفيها ويعفو عنها ويعفو عنا جميعا يا رب. يعني، يا رب نتوليها. طب بالنسبة لاختيار القرارات في الحياة عموما، يعني ازاي ان احنا نقدر نختار قراراتنا، وهل القرارات في اختيارها المفروض ان احنا نختارها بشكل عقلاني اكتر ولا عاطفي؟ يعني في ناس كل قراراتها بتاخدها بشكل عاطفي، وده للاسف طبعا بيوديهم في داهية، وفي ناس برضو بتبقى بشكل يعني عملي برضو، او بتفكر بعقلها زيادة عن اللزوم لدرجة انها تلغي مشاعرها. فهل ممكن ان احنا نوازن بين الاثنين، ولا المفروض ان احنا نعتمد على حاجة من لا الاثنين؟ ما ينفعش نعتمد على حاجه من الاثنين. قولي لي ليه؟ ليه؟ انت لو اعتمدتي على قلبك بس هتخسري حد من كتر ما بتضحي عشانه ممكن ما يقدرش. للأسف. اه اوكي، وعشان لو اعتمدتي على عقلك بس هتخسري برضو حد كان بيحبك قوي وانت ما قدرتيش، فعلى ما تيجي عقل قلبك يميل هيكون اصلا وانت خسرتيه. فلازم يبقى في يعني ميزان ما بين لازم يبقى الاثنين في توازن. اكيد طبعا. ازاي بقى نقدر نحقق التوازن ده؟ لا التوازن ده بصراحه بيبقى من شخصيه لشخصيه. في ناس متحكمه في عواطفها ومشاعرها، بتعرف تعمل كنترول على نفسها، وفي ناس ما بتعرفش، في ناس هوائيه هوائية، اه رايحه فعلا جايه اللي هو مع اي ما حد ولا اي اه حاجه. انت فاهماني؟ وفي ناس بقى ممكن بسبب صدمة أو بسبب كده بتبقى بتفكر بعقلها زيادة عن اللزوم، ولغت خالص تفكيرها في المشاعر أو في الكلام بيبقى ده، فتره معينه. بس بيقدروا إن هما يستردوا تاني، إن هما هما الناس اللي يرجعوا اصلا يعني الواحد لما متوازنين. يكون في صدمه هيطلع منها، مش هيطلع منها، هو مش هيطلع فجاه يقول انا طلعت من الصدمه، او هيدوس أكيد على هي زرار ينسى طبعا اللي حصل. بتبقى بالتدريج يعني. بالظبط، ما يحاولش ان يدخل في اي حاجه تانية او يعني يحتك باي حد كارتباط او كده عشان ما يظلمش نفسه ويظلم بس اللي في قدامه. ناس الصدمة بتخليهم يبقوا عايزين يدخلوا في تجربة تانية، أو أي لما بيقابلوا قدامهم مثلا شخص معين أو كده، بس للأسف ساعات في وقت الصدمة بيبقى الاختيار بصي غلط، هو بصي انا لأن كنت ساعات اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في حلقه،
ان ماذا بعد الصدمه. ماذا بعد الصدمه؟ انك انت الواحد لو لا قدر الله اتصدم صدمه كبيره، انت ممكن يعني الصدمه ليها في اثار سلبيه وممكن توظفيها الاثار ايجابيه، يعني ممكن تخليها نتائج سلبيه سوري ونتائج ايجابيه. الواحد لما مثلا ساي بيحصل له حاله وفاه، حد ما كانش يتخيل انه يموت، او حد ينفصل، واحده تتطلق من جوزها، او هو جوزها يخونها، او راجل مراته، اي حاجه ان كانت صدمه كبيره، انت عندك الحاجتين، يا اما هتستغلي زعلك وحزنك وقهرتك في حاجه سلبيه، حاجه وحشه، طريق سيء الواحد هيمشي فيه، يا اما تستغليها في حاجه ايجابيه، انك انت يعني ايه تقاومي نفسك اكتر وتقربي من ربنا اكتر. زي ما بقولك كده، اما حد بيحصل له كارثه، اما حد بيحصل له كارت، عندك باب الجامع باب الخماره، براحتك، مبدأك اللي هيحدد لك نشأتك ومبدأك واخلاقك هي اللي هتختار لك. طبعا في ناس فعلا الصدمه بتخليهم يتجهوا اتجاه غلط، في ناس في ناس في الصدمه ممكن مع الوقت يبداوا يعيدوا افكارهم، وممكن ده يخليهم ناس ناجحه جدا. ناس ناجحه جدا يعني، في بالعكس يا جماعه، الناس نصيحه بجد ورساله بوصلها، الناس اللي تتصدم في ناس ما كانتش تتخيل انها تتصدم منها، او يعني ربنا بجد لك على حاجة. حاولوا توظفوا صدمتكم دي والامكم ووجعكم بطريقه ايجابيه، واشتغلوا على نفسكم قوي، وفي الاخر بقى ما تبقوا حاجه كويسه اتصلوا بيهم كده وقولوا لهم احنا متشكرين جدا جدا ان انتوا وصلتونا للحاله دي، وان انتوا صدمتونا الصدمه الجميله دي. الصدمه دي من الناس دول، وبعدين تبقى حاجه احسن، هم هيجوا بعد كده يعرفوا، هيندموا يعني بقى حتى لو ما جوش، بس هيبقى حتى لو ما جوش بالظبط. فيعني حته ان الواحد يعني ممكن يكون الصدمه دي خير ليكي في انك تبقي حاجه كويسه بعد كله كده. خير، هو كله خير واكيد طبعا ربنا. كله خير بالزبط. بس طبعا الوقت الواحد في الموقف الصعب ما بيبقاش وقتها زي ما قلنا من شويه، ما بيبقاش شايفه خير. ايوه صح فعلا. لا هي يعني على حسب برضو، بترجع لايمان الواحد برضو وقوه ترابطه مع ربنا برضو. ربنا لو الواحد متكل على ربنا في كل حاجه، بيحاول هو يقوي نفسه، يمسك نفسه، يتوجه للصلاه اكتر، يتوجه يركز في شغله، يعمل اي حاجه، المهم ما يدخلش في سكه الشيطان. اكيد طبعا إن الواحد بيكون اضعف ما يكون في الحاله دي. الواحد في الوقت ده بيبقى محتاج حد جنبه، حد يقول له لا ما تروحش في السكه بالزبط دي، لا بالزبط. خليك لازم اقوى، منه خليك عندك تفاؤل بقدام، ان شاء الله اللي جاي احلى. بس للاسف في ناس ممكن في الصدمه دي بتنعزل لوحدها وما بتلاقيش حد جنبها ان هو يوجهها او ان هو يقويها يشجعها. بالظبط، اصل يعني حته انك انت اصلا يعني اعراض الصدمه بتبقى بتختلف، بقول لك من شخص لشخص، يعني ممكن شخص يحصل له، في ناس ممكن تتجنن. للاسف في ناس ممكن فعلا تصاب بامراض نفسيه او نفسيتها تتعب، يجي لها اكتئاب، ناس ممكن تنتحر يحصل لها عقده ان خلاص. كان في حلقه قبل كده كنا عاملينها، كنا متكلمين، كنت متكلمه فيها عن موضوع الانتحار ده. للاسف يعني الظاهره برضو كانت، يعني الظاهره انتشرت شويه في فتره كده ان بعض الشباب بينتحروا والكلام ده. ده كان الصراحه سمعنا عن الكلام طبعا، يعني دي حاجه برضو. بصي هقول لك على حاجه، هو يعني كون بجانب الرامي تنجو، يعني المفروض يكون جنب ربنا قوي عشان ايه، يعني مفيش حاجه صح تأذينا. عشان لما يحصل معاكي موقف وحش او حاجه صدمه ترجعي لربنا برضو، تبقي عارفه ان تبقى عندك، يعني المفروض يبقى عندك ايمان بالقدر، وندعي دايما نقول يا رب لو الحاجه دي مثلا يعني. يعني لو الحاجه دي مثلا هتوجعنا، او مثلا لو حاجه انت متعلقه بيها قوي، او انت متعلق بحاجه قوي او كده، وهي تعباك ووجعاك، ادعي ان ربنا لو هي ما فيهاش خير يبعدها عنك من غير ما قلبك يوجعك، او من غير ما قلبك يوجعك. يعني الدعاء ده دايما ادعوا ان الواحد يعني يبعد عننا اي حاجه مش حلوه لينا، بس من غير ما قلبنا يوجعنا، عشان لو احنا متعلقين قوي بيها. يعني كله بصراحه لو حطينا ربنا قدامنا في كل حاجه، صدقيني الدنيا هتبقى احسن من كده، وحياتنا تبقى احسن من كده. اكيد طبعا. للاسف برضو الناس، يعني ناس كتير جدا بقت بعيده عن ربنا في الزمن ده، مغريات الحياه وانشغال بقى بالشغل وبالعمل، والناس بقت خلاص ماشيه تحسيهم زي الساقيه كده. احنا طبعا ما نقدرش نحكم على كل الناس اللي بعيده عن ربنا. لا انا مش قصدي طبعا كل فهميكي. الناس قصدي بعض الناس، يعني ممكن في غفله بسبب المشي. ايوه في غفله، ده اللي انا قصدي عليه. في غفله فعلا، وخلي بالك النفس الغافله دي من اصعب النفوس. اكيد طبعا. ان الواحد اصلا بيبقى غفلان عن حاجات كتير قوي، حقايق، مش غفلان عن حاجه، يعني عن حقايق المفروض ان هو يعملها، ان هو يعني يمشي فيها. وللاسف الفتن برضو اللي حوالينا بتخلينا ان احنا ننشغل بيها. انت عارفه الواحد اصلا في زمن
كل فتنه بقت اقوى من الثانيه، ما انت تلحقيش اصلا انك انت يعني تفوقي، واخده بالك؟ ولا انت عارفه انك انت تفكري في نفسك ولا في اولادك، تاخدي بالك من اولادك ولا من نفسك ولا من جوزك ولا من حياتك، واخده اكن يعني اكن موجه جايه واللي يتنقذ منها بقى يتنقذ. فطبعا ربنا يا رب يعفينا ويعفو عنا، كل سنه وانتم طيبين. اكيد طبعا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن يا رب يعني. وناس كتير بقى متفائله بتقول ان شاء الله 2020 تبقى احلى من 2019. 2019 يعني محسين ان 2019 دي كانت اسوأ مش حاجه، عارفه كانت بهدله قوي، انا حاسه بالناس كلها عملت و2020 دي خلاص بقى رايحين للامل يعني. كل سنه يعملوا كده، بس السنه دي انا ملاحظه في تركيز على الموضوع ده كتير قوي. هل مثلا ان رقمها مميز 2020 يعني، ولا ايه المشكله بالنسبه لهم يعني؟ احنا بصي 2020 بقى 2050 احنا نتفائل. هي المشكلة في 2019 ولا في 2020، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بالظبط. لا اول واحد يعني بس يتفائل يا جماعة، عشان ربنا برضو يعني عند حسن ظننا، فاحنا نظن في الله خير، ربنا هيدينا زي ما بنظن بالظبط. ودايما تفائلوا، ودايما ادعوا، ودايما استغفروا. انا مش بقول الكلام دايما، انا مش شيخة يعني او كده، انا بتكلم الكلام الطبيعي. ايه معنى اتصال؟ أسماء تفضلي. يا أسماء. ألو. ألو. أيوة ازي حضرتك؟ ازيك عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة، سنة جديدة ان شاء الله تكون سعيدة عليك يا رب، وعليكم ان شاء الله وعلى ضيفتك الجميلة. والله تفضلي. الخط قطع. واضح ان الشبكات اصلا فيها حاجه اليومين امبارح والنهارده. الشبكات يعني بتحتفل بالسنه الجديده، مريحين هما كمان. بتحتفل عندنا هنا بقى. فان شاء الله كده السنه الجديده دي تكون سنه حلوه يعني، والحاجات اللي احنا الرقم بتاعها برضو يكون يعني. لا وكمان اللي عايزين يا جماعه كمان يعني الاشخاص اللي احنا اتاذينا منهم السنه اللي فاتت او قبل كده، ما نحاولش ان احنا نحتك بيهم تاني عشان ما نبقاش احنا بنأذي نفسنا تاني. احنا كده الغلطانين. بقى اشخاص جديده تاذينا بالظبط. لا مش شرط تاذينا يعني، نحاول نتفائل يعني، نحاول بجد نحسن الاختيار شويه، نركز ونفكر. انت اخترت حاجه او قررت قرار، خدت قرار بطريقه طلعت غلط، ما تاخدش نفس القرار بنفس الطريقه على لا يعني حاول. هو العيب يعني سوء اختيار ولا سوء حظ ولا ايه؟ سوء اختيار ولا سوء حظ؟ يعني بتقولي الناس اللي في 2019 اتأذينا منهم ما نحتكش بيهم تاني، ان احنا نحاول ممكن لو احنا عندنا سوء اختيار نسامحهم وخلاص يعني، من يعني خلاص عرفنا سوء حظ هيطلع لك ناس زيهم تاني. لا سوء حظ وسوء حكمه على فكره يعني، الواحد ما بيبقاش حكيم بقى ساعتها في اختياره، فاهماني؟ يعني انت الناس اللي هم اللي احنا قربنا منهم او طلعوا مش زي ما ظننا فيهم، خلاص انت اصل انت عرفتي اللي قدامك على ايه، هتروحي ترجعي له تاني، يبقى انت الغلطانه، يبقى العيب عندك انت مش عنده هو. ما هو ما بيتعلمش ده خلاص يعني، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بالظبط. بالظبط يعني، فاحنا نتفائل بس بالسنه الجديده والناس اللي فضلوا معانا نحتفظ بيهم ونتمسك بيهم اكتر، والناس اللي دعمونا ووقفوا جنبنا في ازماتنا. بس برضه هي الناس على فكره مش بعدد السنين يعني، لا العشره لا لا لا. مش بالعشره خالص. ممكن حد تبقي لسه عارفاه من يومين وتلاقي لا 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 مش بالعشره خالص على فكره، فعلا بالمواقف يعني. ممكن حد تبقي عارفاه من مثلا من 10 سنين بتاعه، في الاخر تتصدمي فيه وتكتشفي انه. دي بحس ان الكلام رسمي قوي، عارفه ما كنا قاعدين واخدين وديين في الكلام اكتر. خدي راحتك عشان. طب قولي لي بقى ايه الرساله اللي تحبي توجهيها للناس في السنه الجديده بقى 2020؟ الرساله اللي بوجهها في 2020، سامحوا بعض، تفائلوا، احسنوا ظنكم بالله، حاولوا تبداوا بالخير، انتوا الاقوى، الانسان قوي مش ضعيف، سواء في قرار بياخده، سواء في موقف بيعمله، سواء في رد فعل، سواء في نصيحه بيقولها، سواء في نصيحه بيكتسبها. لازم تكون عندك اراده وعزيمه، اشتغلوا على نفسكم قوي، شوف ايه اللي ناقصك في حياتك، ايه اللي ناقصك في شخصيتك وكمله. اقروا كتير، استمعوا للناس اللي انتوا حاسين هم قدوه فعلا يعني، الناس اللي هم اكبر منكم ليهم خبره فعلا. بلاش تحسسوا نفسكم انكم فاهمين كل حاجه في الدنيا،
لان الموضوع ده بقى كتر قوي. انا نفسي ساعات بحس اني فاهمه كل حاجه في الدنيا، مفيش مشكله. الواحد عامل نفسه واحد عاجبه دماغه، مفيش مشكله خالص. بس طبعا في مواقف معينه لا بتحس ان لازم تلجا لحد يعني خبره عنك او افضل منك في التفكير وفي الحكمه وكده، مش عيب. ممكن تاخد النصيحه من طفل صغير وتغير حياتك على فكره برضو. ربنا بيبقى دي رساله من ربنا، مش بانك انت بتجري ورا عيل صغير عشان تفهم منه حاجه، لا هي رساله بيحط لك ممكن بكلمه من طفل، بموقف، بحدث، باي حاجه. حاولوا تركزوا في الناس اللي حواليكوا كويس قوي، لان الضربه بقت تيجي من اقرب الناس دلوقتي. دي بتبقى اكتر ضربه بتصدم للاسف. بالظبط. يعني لو حد مش غالي عندك او حد بعيد ممكن ما تاثرش فيكي قوي، لكن لما تجيلك الضربه من اقرب الناس ليكي في مقوله تقول لك ايه، انا بنعرف الصديق وقت الضيق. لا المقوله دي انا معتبرها غلط. انا عن نفسي بعرف الصديق وقت الفرح بتاعي، وقت الانجاز بتاعي، بعرف فرحه عينه هتبان ساعتها. عارفه لو هيبان بقى بنفسنا وحقد وكلام ده هتشوفي في عينيه. لو انت فعلا انت مريتي بحاجه حلوه، حدث جميل، حاجه غيرت في حياتك، هتشوفي في عين اللي قدامك فعلا فرحان لك. لو صديق فرحان هتشوفي في عينيه، وهتشوفي برده في عينيه اذا كان مش فرحان لك. فحته وقت الضيق دي على فكره معظم الناس بيقفوا جنب الواحد وقت ما بيكون واقع وحالته في كرب، عشان هم عايزينه كده وتنوم واقفين جنبه. لكن مجرد ما ربنا بياخد بيده يقف على رجله يبقى قوي، يمسك نفسه يبتدوا يحقدوا عليه تاني، ويبتدوا بقى النفسيه تشيل تاني وكده. دول مش اصدقاء اصلا. اي صديق حقيقي فعلا اكيد طبعا هيفرح لك، بس للاسف برضو الناس ما بقتش تحب، يعني الواحد عموما ما بيحبش يشوف حد احسن منه. مش كل الناس. إيه رأيك بس هي في الموضوع ده؟ لا هو مش كل الناس. بصي اصل يعني دي بترجع ل يعني للنفسية، يعني او انت اتربيتي على ايه؟ اتربيتي تحبي الخير لغيرك؟ يعني متصالحة مع نفسك بالظبط. اتربيتي انك تحبي الخير لغيرك، انك انت تتصدقي، تقفي جنب حد محتاج لك، حد يلجأ لك ما تكسفهوش. فالحاجات دي كلها بتأثر على اللي قدامك يعني ايجابي طبعا. فالواحد يعني العطاء ده نعمة من نعم ربنا وعبادة، ومفروض ان احنا اصلا يعني تبقى حاجه عندنا اساسيه. ان احنا العطاء مش شرط عطاء مادي، ممكن عطاء بنصيحه، احتواء، انك انت تقفي جنب حد او انت تقف جنب حد محتاج لك فعلا، او حتى مش محتاج لك وحسيت ان انت ممكن هتفرق معاه، روح له وقف جنبه دعمه، مفيش مشكله. مش لازم يكون في حاجه بينك وبينه مصالح متبادله عشان انك انت تحس ان لازم انك تكون جنبه، لا. يعني حبوا بعض في الله، وبلاش بس بلاش المصالح، لان كده كده اصلا اما بتحب حد في الله بتلاقيه معاك طول العمر. للاسف فعلا ناس كتير جدا دلوقتي بتخلصي النيه لله تلاقي اللي قدامك معاكي بتفكر في المصالح وبس، حتى الصحاب. معظم الناس كده فعلا. يعني معظم الناس كده قليل لما تلاقي حد كده نقي ومتصالح مع نفسه كده. وما يعني احنا لو صفينا نيتنا بجد يا جماعه ووجهنا نيتنا لله، ربنا ان شاء الله هيوقفنا اولاد الحلال، وهيسخر لنا يعني عباده الصالحين. وباذن الله تكون سنه جميله سعيده علينا كلنا ان شاء الله. اصل يعني هو الخير او الرزق يعني ممكن مفيش حد بياخد رزق حد يا بسام، مفيش حد بياخد رزق حد. تاني حاجه لو مثلا سي صاحبتك مثلا هي هيجي لها رزق معين، وانت مش معنى ان هي جالها ان انت مش هيجي لك، ممكن هي يجي لها وانت يجي لك، وناس كتير جدا يجي لهم، لان الرزق ده بتاع ربنا. ف ملوش لازمه ان احنا نحقد على بعض. بصي اقول لك على حاجه، انت لو عايزه، لو انت نفسك في حاجه وفعلا وعايزاها تجيلك وعايزه ربنا يحققها لك، ادعيها لغيرك. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ رمضان. رمضان اهلا من البحر الاحمر. اهلا بيك يا من تريد لك صديق. افحص وكن يا من تريد لك صديق، افحص لحاله كن دقيق، أعرض المعادن كله دون الورى دوما صديق، هو سيفك، هو درعك، يحميك من شر المعيق، مرآتك لك ناصح وصدرك به لا يضيق، شر الخلائق صحبة من نفسك له لا تطيق، للحقد قلبه مسكن هو خائن مثل الرقيق، والخجل كالبحر يفيدك أو به تضحى غليق، إن التقي من الورى خشوا لك دوما رفيق، اصلا من طريق الظافريه كيف تحافظك. شكرا. بصراحة يعني حقيقي بجد يعني. فين الصديق اللي يستحق الكلام الجميل ده؟ الشعر نفسه حلو الصراحة.
فعلا يا ريت في يبقى ناس كتير تستحق الكلام ده، للاسف يتعدوا على الصوابع الناس فعلا اللي تقدري تقولي عليهم كلمة صديق فعلا. اللي عنده صديق دلوقتي اصلا يعني يتمسك بيه قوي، ما يفرطش فيه، ما يبدلوش بحد جديد، لان الاصدقاء اللي هم يعني اللي بيكونوا معاك في كل حالاتك سواء حلوه او وحشه او كده، انت بتقدر تحكم مين اللي بيحبك ومين اللي بيكرهك. الانسان عنده حاجه بالفطره بيحس بيها باللي قدامه. قليل فعلا لما تلاقي صديق فعلا تقدري تقولي عليه كلمة صديق، هو مش الخط أي مفتوح حد. ولا هو لا هو اتقفل خلاص خلاص كده؟ الخط قطع خلاص، تحياتنا ليه استاذ رمضان. تحياتنا ليك. طبعا قليل لما تلاقي حد ممكن توصفيه بكلمة صديق، ناس كتير بتقول دي صديقتي، واحد يقول ده صديقي، مش عارف ايه، على ناس كتير، بس فعلا الكلمة يعني مش أي حد فعلا يتقال عليه صديق. في طبعا يعني ناس كتير جدا ممكن تقولي عليهم دول معارف، لكن صديق فعلا معارف صاحب، لكن الصديق الصديق فعلا مش اي حد، يعني مش اي حد فعلا تقدري انك تعتبريه تثق صديق، فيه ان ايوه وانك انك انت تثقي فيه وتحكي له اسرارك وتتكلمي معاه. ناس كتير جدا دلوقتي يعني ما بقتش فعلا من جواها زي ما من براها، يعني تلاقيها بقى يعني تشوفك تحضنك وحبيبتي وحشتيني ومش عارف ايه من وراكي، وحتى لو عكس اتنين من قدامك. حتى لو اتنين اصدقاء وفعلا يعني خالصين نيتهم الله في بعض وبيحبوا بعض فعلا، ساعات بتلاقي برضو حد يجي تالت يحسدهم يدخل على ما بين، العلاقة دي، ايوه يعني فاهمة، يحسدهم على اللي هم فيه يعني. فعلا حد يدخل ما بينهم يحسدهم بالظبط، على اللي هم انا فيه. بقيت احس ان في ناس اه عندهم في بس ناس وظيفة فعلا، الحسد، ما عندهمش حاجة ايوه غير في كده. ناس لما تلاقي اصلا مثلا صديقتين مثلا قريبين من بعض وكده، يعني تحس فيها في جيل حقد اساسا عشان شايفة ناس كويسة مع بعض، لان هي ممكن ما عندهاش الحاجة دي. ما هي بترجع بقى للنفسية، بقولك على ايوه حسب ما ما الواحد انا بقول لك اتعود النفسانة كبر على ايه. انتشرت قوي يعني. طب يعني ايه رأيك كلميني عن النفسانة شوية؟ نفسنا نفسنا والله يعني النفسانة مش عارفة موجودة اقول ايه. اكتر عند البنات او الستات ولا مش قوي؟ في وجهة نظرك ايه رأيك؟ انا بحس ان الغيرة، النفسانة، الحاجات دي. بس يعني هي فيها في البشر كلهم رجاله وستات يعني، على فكره يعني برضه الرجاله برضه بيغيروا من بعض ويكيدوا من بعض، اعقل هما شوية مثلا؟ هم متداريين شويه ايوه لكن عاقلين. احنا مفضوحين. احنا ايه بابليك. ممكن المشاعر او الرياكشن بتاع الستات بيبقى ممكن بيبان بسرعة. ايوه بالظبط، ده ما هو عشان خاطر نقصان عقل برضه، خلي بالك. ايوه ما عندناش احنا الحجمه بتاعتهم، هم يعني بيعرفوا يكرهوا بطريقه شيك شويه. لا احنا بصراحه مودين نفسنا في داهيه. ففعلا زي ما قالت لكم استاذه دينا، اللي عنده صديق دلوقتي يتمسك بيه، ما تخسروش بعض. اوعى تخسر صديقك على حاجه تافهه، على موقف تافه، يعني التمس لاخيك ألف عذر. الفاظر، يعني لان فعلا ممكن الصديق اللي هتخسره ده ما يتعوضش تاني. الزمن اللي احنا فيه ده يعني الحلقة دي احنا معتبرينها أصلا خفيفة، مش متكلمين في مواضيع تقيلة، بنفتتح ما السنه رضيتش بقى يعني. ف يعني زي الحلقات اللي قبل كده. فكده يعني بس ايه. بنفتتح السنة الجديدة كده بحاجة خفيفة كده، وإن شاء الله يعني تكون سنة سعيدة على الناس كلها يعني. يا بس رب. أهم حاجة تفائلوا بقى، يعني ما تبدأش السنة، في ناس يعني من أول كام ساعة في السنة دي باينة من أولها، ده أنا ما مش هو انت عارف على إيه. حسب تمام. انت ظنك في الله ايه بقى. شوف أيوه يعني انت ناوي خير ولا شر، على حسب يعني انت تفاؤلك ولا تشاؤمك. انت هتتفائل هتلاقي كل حاجه جميله ان شاء الله، بس لكن تشاؤم بقى انت حر مع نفسك. شيل السنه الجايه. ايوه يعني فابدأوا السنه كده بتفاؤل، بلاش التشاؤم ده يا جماعه بجد، عشان يعني يعني زي ما هتتوقع هتلاقي. فلو توقعت الحاجه الكويسه، توقعت ان السنه دي هتبقى ان شاء الله حلوه، تبقى هتتحسن فيها اي حاجه وحشه شفتها، هتنجح فيها ان ويا شاء ريت الله، ربنا ويا ريت يكرمك يعني يعني. يعني بس الرسالة برضو للأزواج والزوجات، يعني ما تبخلوش على بعض بالكلمة الكويسة. خليكوا أغنياء، خليكوا أغنياء في العواطف، في المشاعر، في الاحتواء. مش عيب اما تقول لمراتك انا بحبك او وحشتيني اول ما تيجي من بره. انت كمان ما تتكبريش ان انت مثلا تقولي له انت يعني انت كل حاجة في حياتي، انا بحبك. تتصلي بيه وتطمني عليه، بلاش التكبر او التكبر اللي فيكوا كستات يعني، او فينا كستات عشان ما بقاش انا لوحدي وانتوا لوحدكم مع بعضينا. حاولوا ان كنتوا يعني تنزلوا سقف الغرور شويه بجد. الراجل الطفل بيحب اقل كلمه بتغيره، بتغير موده سواء كويسه او وحشه.
وكذلك الست برضو، بس احنا بنتكى شوية على الست علشان هي اللي يعتبر بجملة بقى المسؤوليات اللي عليها، الولاد والبيت وكله. برضو حاولي انك انت تحتوي زوجك، ما تركزيش معاه قوي ومع تليفونه قوي، عشان بس انا الموضوع ده في ناس كتير اشتكت لي منه. ربنا شايفه، وربنا لو هو فعلا متمادى قوي اكيد ربنا هيفوقه لوحده، وانت هتشوفي بعينيكي. فحاولي انك انت في فعلا ازواج ممكن تلاقيه من كتر ما هي مركزه في تليفونه على طول شاكه فيه، وممكن تكون اصلا شاكه فيه على الحاجه التافهه. لا وانت كده بتشكي فيه، بتوصليه ان هو بقى خلاص ان هو يعمل حاجه كده. اه ما كده 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 وحش، كده كده وحش، كده كده بتتخانقي. طب هو ممكن بقى يكون الكلام ده مش وقته خالص الحلقه دي. بس هو بصراحه محتاج حلقه لوحده الموضوع ده. بس هو بصراحه يعني ايه، بس بنفكر يعني الناس عشان السنه جديده، فبلاش تدوها بالحاجات القديمه. يعني ارموا بقى، ارموا كله. انت كمان لما تيجي تدخل من باب بيتك، يعني مع الشوز اللي انت بتقلعه، اقلع معاه كل الهموم اللي بره البيت اللي انت قابلتها بره البيت. ادخل بيتك على نظافه، نظف نفسك قبل ما تدخل، دماغك فضيها، قلبك صفيه. حتى لو انت زعلان مع مرتك قبل ما تطلع من البيت، حاول انك انت تبدا بكلمه كويسه. احنا كستات على فكره عيال اطفال برضو بيضحك علينا بكلمتين اصلا، او كلمه حلوه بكلمتين يعني كده، دي بتخرب الدنيا عندنا يعني على فكره من غير اي حاجه. هو الكبر صدقيني بيبقى اكبر مشكله. لا، والراجل المصري معروف ان هو ايه، عنده الحته دي شويه زايده قوي، اللي هو الكبرياء الزايد. ما يعرفش ان هو ممكن لو تخضع شويه، يعني تواضع شويه في الحته دي، كل حاجه بيتك هيبقى جنه والله فعلا. احتوي اولادك، حاول تقرب منهم، حاول تشاركهم يومهم، تيجي من بره عملوا ايه، سووا ايه. ما تبقاش عامل فيها مشغول ومهم على طول. مهما كنت مهم ومشغول، برضو بيتك اللي حق عليك. طيب دلوقتي احنا وصلنا لنهاية وقت حلقتنا النهاردة. لا ايه ده الوقت الجميل ده، حلقة حلوة جدا، ما حسيناش بالوقت الصراحة. يعني ان شاء الله تكون على فكرة يا جماعة الحلقة دي اصلا احنا مش عدل لها خالص، يعني احنا بنتكلم كلام عادي رايحين جايين في الكلام، ونتكلم في كل مواضيع يعني كوكتيل. احنا اتشرفنا بيكي جدا يا استاذة دينا. يا ربنا يخليكي يا حبيبتي. وصراحة يعني ان شاء الله تكون السنة دي حلوة وتكون بداية مشرقة كده. خلي بس عندكم شوية تفاؤل وامل، حبوا بعض يا جماعة، ما تشلوش من بعض. ممكن اي حد فيكم يموت بكره يعني، فبلاش بقى نشيل من بعض على اتفه الحاجات. وحاولوا كده تتفائلوا بالسنه الجديده، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم كلكم. وان شاء الله تابعونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامجنا حواديت مصريه.